في اليوم السابع والثلاثين إذ يستمر الغضب الشعبي في الأردن، باتت وجهته السفارة الأمريكية. المشاركون بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الأمريكية أكدوا بأن أمريكا باتت رأس الإرهاب وبأنها العدو الأول حتى قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. المشاركون في هذه الوقفة طالبوا بطرد السفير الأمريكي، كما نددوا بالتحيز الأمريكي، وطالبوا أيضا مصر بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات، وهتفوا للمقاومة وقادتها. المشاركون هنا أيضا نددوا بنتائج القمة العربية الإسلامية الأخيرة، وهذه الوقفات تم الإعلان خلالها عن عديد من الفعاليات القادمة ستكون وجهتها السفارة الأمريكية. وتأتي هذه الفعاليات فيما يؤكد الأردن بأن كسره للحصار على قطاع غزة للمرة الثانية هو رسالة تضامنية واضحة بأن الأردن هو الأقرب لفلسطين وقطاع غزة. لينا قرعان، تيرتي عربي، بالقرب من السفارة الأمريكية، عمان.